لا مصدر له. وأيضا نسب إلى علي عليه أفضل الصلاة والسلام كيف تخشع في صلاتك؟ قال: أتخيل الكعبة أمامي والصراط تحتي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت من ورائي ورسول الله صلى الله عليه وآله يتأمل صلاتي. هذا كلام لا مصدر له، بل هو كلام مكذوب. وأيضا نسب إلى علي قوله: كن في الحياة كعابر سبير واترك وراءك كل أثر جميل، فما نحن في هذه الدنيا إلا ضيوف، وما على الضيف إلا الرحيل. كلام لا أصل له، كلام مكذوب لا أصل له. أيضا مما نسب إلى علي عليه أفضل الصلاة والسلام جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصير، هذه الأبيات الشعرية أيضا منسوبة للإمام علي، وهو كلام ليس له. وأيضا مما نسب إلى الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: يأتي عليكم زمان تصبح أعيادكم كأيامكم. هذا كلام مكذوب لا مصدر له إلا مواقع التواصل الاجتماعي. وأيضا مما نسب إلى علي عليه أفضل الصلاة والسلام: هل هناك شيء أعظم من الموت؟ قال: نعم، فراق الأحبة. أيضا لا مصدر له وكلام مكذوب. وأيضا مما نسب إلى الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام قولهم له: من أحقر الناس؟ فقال علي: من ازدهرت أحوالهم يوم جاعت أوطانه. أيضا من الأقاويل الباطلة التي لا أصل لها من الأكاذيب. ومن الأكاذيب أيضا ما نسب إلى علي وهو قوله: سيأتي زمان لا يعرف فيه المقتول بأي ذنب قتل. وهذا أيضا من الأكاذيب التي لا أصل لها. نعم. ومن الأكاذيب أيضا ما نسب إلى علي بأنه حافظ على الأصدقاء فإنهم حلاوة الدنيا. كلام لا مصدر له. وأيضا ما نسب إلى علي أيضا قوله: لا تبكي على وسادتك فلن تغير من الأمر شيئا، قم وابكي على سجادتك وسيرزقك الله بعد العسر يسرا. كلام لا أصل له، مكذوب عليه أفضل الصلاة والسلام. ومما هو مكذوب عليه أيضا قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: الأدب لا يباع ولا يشترى، بل هو طابع.